من بنى بيتا لله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. على أرض التاريخ والحضارة قرطاج، هذه الأرض التي تمتد ذاكرتها عبر القرون حتى أصبحت مصهراً للثقافات والحضارات وأرض اللقاء والحوار، وفي قلب الموقع الأثري شيد مبناً للعبادة فوق ربوة ترتفع 50 متراً عن سطح البحر. إنه جامع العابدين. خلال مراحل دراسة الموقع كان من الواجب وضع هذا المعلم الحضاري والديني في سياق استمرارية التاريخ العربي والإسلامي. فمداخل جامع العابدين واقعة على محاور شرق غرب، مما جعل موقعه يطل علماً حوله على فضاءات ينفتح حولها في علاقة جدلية وتناغمية بين المقدس والدنيوي. وقد تم تدشين الجامع وفتحه أمام المصلين في 11 نوفمبر 2000 ليعيش الزائر لهذا الجامع في رحلة حضارية وروحية تمتد إلى 14 قرناً من الإبداع والتراكم الحضاري. معمار تميزت قياسات الأحجام فيه بالتناظر، فهو ضمان توازن وفخامة وخاصية من خصائص السروح القديمة والعريقة. تميزت أبواب هذا المعلم الرائع بضخامتها وزخارفها، وكأنها بوابات لسور خارجي لمدينة عريقة يبلغ ارتفاعها 8 أمتار وتزن 3 أطنان، وهي مسلحة بهيكل معدني قدرت أبعاده مسبقاً لتحقيق ثبات الباب وتوازنه. أما الواجهة المعرضة للتقلبات الجوية فهي مغشاة بالنحاس المنقوش، ولا يملك الزنجار الذي سيتراكم على المعدن مع طول الزمن إلا أن يزيد في جمال الأبواب العملاقة وعرقتها. تحيط بالجامع من الجهتين الشمالية والجنوبية حدائق غناء حوت شجيرات الياسمين العطرة، وهي تذكرنا بعادة أندلسية أرادت من المسجد الجامع أن يكون فضاءً مترجماً لفلسفة الدين الإسلامي التي لا ترى فصلاً بين الدنيا والآخرة وبين الروحي والمادي، ولتؤكد واقعية التصور الإسلامي للإنسان والوجود.
وكان لزخارف الحائط الخارجي دور مزدوج تمثل في تحلية الحائط بشبكة المعينات الحجرية المقتبسة من زخارف صومعة جامع الزيتونة المعمور بمدينة تونس، إضافة إلى منح بيت الصلاة إضاءة طبيعية تزيد من سحر المكان وهيبته. يقودك المدخل إلى صحن الجامع الذي يمسح 1600 متراً مربعاً، تلتف حوله أربعة أروقة متماثلة، يتألف كل رواق من صف من القناطر المحمولة على 12 عموداً تتويجها تيجان من النوع الحفصي. كما نشاهد فوق العقود النصف دائرية إفريزاً نقشت عليه أسماء الله الحسنى. وعندما ترفع ناظريك إلى أسقف الأروقة الخشبية المسطحة، تشدك زخارفها الجميلة ذات النقوش النباتية والهندسية الملونة، وقد تدلت منها ثمانية فوانيس خشبية موزعة بشكل منتظم في كل رواق. تفصل هذه الأروقة عن مداخل الجامع سقيفتان من الجهتين الشمالية والجنوبية، تميزتا بضخامتهما وفخامتهما من حيث الاتساع والعلو والزخرفة، كما توجد سقيفة ثالثة من الجهة الغربية. إنها السقيفة الكبرى، فهي الأكثر اتساعاً وفخامة. كسيت جدرانها بلوحات من الجليز ذات الألوان البنية والصفراء والخضراء، مما أضفى عليها مسحة من الأصالة لتكون في استقبال المصلي وتوديعه في آن واحد. أما صومعة الجامع فهي لوحدها تشكل وحدة معمارية متناهية الجمال، بحيث تبدو شامخة مهيمنة للناظرين من داخل الجامع وخارج. ترتفع إلى 75 متراً، حيث يمكن رؤيتها عن بعد 10 كيلومترات من جميع الجهات. ولا شك أن مئذنة الجامع تأثرت في شكلها وعناصرها الزخرفية بمنارة جامع الزيتونة المعمور، وقد تميزت عموماً بشكلها المربع رمز المذهب المالكي
وكذلك بزخرفتها التي ازدانت بها جدرانها. وقد تكونت المئذنة بتدرج من الوسادة ثم الحامل ثم مسقط العقد، وعبرت الأقواس الحدوية الشكل عن التقاليد الإفريقية الأصيلة. تطل صومعة الجامع على قبة المحراب. القبة واقعة عند تقاطع البلاطة المحورية كما هو في المذهب المالكي، تقع على ارتفاع 24 متراً عن سطح الأرض. كساها الحرفيون بالجبس المنقوش وبفسيفساء من الكذال الذي أضفى عليها لمعاناً وصفاء منقطع النظير، يتكرر مع قبة المجاز، وإن كانت هذه الأخيرة أصغر من سابقتها. وينتهي الرواق الأمامي الموازي للقبلة بأبواب خشبية صنعت من البلوط الصلب. تميزت هذه الأبواب بتناسق زخارفها التي ازدان بها الخشب الرفيع. وتحيط بالسقيفة الجنوبية للجامع ثلاث ميضات، واحدة على يمينها مخصصة للنساء، واثنتان على شمالها وهما مخصصتان للرجال. نحتت هذه الميضات من مرمر شمتو ذي اللون البرتقالي الوهاج. وما يميز هذه الميضات هو غياب الحنفيات التي عوضت بمصبات مجهزة بحقول مغناطيسية. وتقودك هذه الأبواب الرائعة إلى رواق داخلي يؤدي إلى بيت الصلاة، وهو رواق متناسق الألوان تؤثثه زخارف ونقوشات خشبية من الأرابيسك. صمم بيت الصلاة على أساس نظام القناطر الموازية لجدار القبلة، وقد احتوى الحرم على 68 عموداً من المرمر الرفيع استندت عليها البلاطات العمودية على جدران القبلة. أما مجاز بيت الصلاة فكان أكثر علواً واتساعاً من البلاطات الأخرى، وتبلغ بيت الصلاة
ارتفاعات غير مألوفة في الجوامع التونسية. فالعناصر التي تشكل الفضاء وتؤثثه وتزينه حافظت على ملامحها القديمة والتقليدية وعلى تناسقها الدقيق رغم هذا الارتفاع. تتألف هذه الأعمدة من قاعدة وبدن اسطواني ينتهي بتاج من النوع الحسيني يحمل تلك المشربيات المخرمة والمستعملة في التكييف الهوائي. فالفضاءات مكيفة وينفث الهواء البارد أو الهواء الساخن حسب الفصل دون المساس بجمالية المكان. ونرى هذا النسق الرائع يتكرر في جميع جوانب الجامع. إن الأبعاد الجديدة التي تحددت للسطوح المعمدة وللأقواس وللنقش حديدة هي التي سمحت ببلوغ هذه الارتفاعات في تسلسل تقني وفني يبدأ عند قاعدة العمود وينتهي إلى السقوف المعلقة من الخشب المزين وإلى ثريات الكريستال. وفي الجناح المركزي الذي يعلو بارتفاع 17 متراً ترسم النقش حديدة حاشية ارتفاعها 4 أمتار تتوافق مع إزار الخشب، حيث تمر أشعة الشمس من خلال النوافذ المعشقة لإدخال الأنوار بألوان قوس قزح لتزيد من هيبة المكان وروحانيته. إن محراب جامع العابدين هو من نوع المحاريب المجوفة تجويفاً نصف دائري، وقد تمت زخرفة قسمه الأسفل بالمرمر الأبيض وترصيعات ذهبية محفوفة بأشرطة تنتهي بقطع مستطيلة من المرمر الأحمر. تميز المنبر الخشبي لهذا الجامع بطرازه الإفريقي البسيط تزينه زخارف ذات تفريعات هندسية متداخلة ومتشابكة من الأرابيسك. وتجد على يمين المنبر جانباً مخصصاً للنساء
وهو لا يقل روعة ولا جمالا عن باقي بيت الصلاة. فالجدران موسومة بتنضيد من المرمر الأبيض والخشب. وعلى واجهة القبلة وضعت أبواب البلوط الصلب المنقوش في أطر مرمرية متناظرة على جانبي المحراب. وعلى الجدران الجانبية هيئت النوافذ في لوحات مؤطرة من البلوط متوجة بآيات قرآنية مذهبة. إن من أهم الأثاث الداخلي لبيت الصلاة هو الختمة، وهو عبارة عن كرسي المقرئ لقراءة آيات من القرآن الكريم قبل إقامة الصلاة من أمام صندوق خاص يحفظ المصحف، وقد صنع من الخشب الخرط المحلى بأشكال الأراباسك والشرائط النحاسية. إنها حقاً أنشودة الفن الإسلامي وعبقرية الفنان المسلم الذي ترك هذا المعلم فوق أرض قرطاج. أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. فالعابدين لم يكن مجرد مكان يجمع الناس في أوقات الصلاة، بل كان جامعاً لحقب تاريخية رسمها السابقون من أصول عربية وغيرها، ليبثوا للعالم كله روح الحضارة التي يحملها كل مسلم. فأسسوا بذلك للاحقين بأن الدنيا والدين صنوان، وأن علم العالم وعبادة العابد شيئان متلازمان، وأدركوا أنهما ضروريان لعمارة الأرض. عطر قرطاجني نادر ألقى بعليسة عالياً وبعيداً، فكانت قرطاج الماضي والحاضر والمستقبل سيدة الأمكنة والأزمنة، النقطة والحرف، الصوت والصدى، الصورة والأصل. قرطاج أرض ترشح بالثقافة والتاريخ والحضارة، هو النبع الذي سمي تونس الخضراء.